الجبهة قاعدة اللي يتفيد به بريكس هو شو؟ أنا يا خي راني خلصت البيان الختامي وراني ما شفت فيه أي إشارة لقضية الصخرة. جميع القضايا مطروحة ومسمية. نشوفوا الإخوان هذا الجزء من الفيديو ونرجعوا إن شاء الله، لأنه كذلك عندنا تسريبات صوتية عندها علاقة بالموضوع. اللي غنشوفوا الفيديو هو محمد السيداتي، ما يسمى وزير البوليزاريو، كيتكلم على حضور البوليزاريو في البريكس. نسمع اخوتي ونرجعوا نكملوا ان شاء الله. بالطبع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حاضرة كما تفضلتم، وبدعوة رسمية من بريكس العالم واكثر شعوب العالم، لكن الاهم من هذا هو انه من خلال القرارات اللي اتخذها وخاصة في البيان النهائي البريكس، يعني يأكدوا ويدعموا هذا الإجماع حول قضية الشعب الصحراوي كقضية تصفية استعمار. أولا وقبل كل شيء، ممكن أي حد يرجع يراجع البيان الختامي لتكتل البريكس. البيان الختامي لتكتل البريكس ما تكلمش بالمرة على قضية الصحراء، وما تكلمش او نطق البيان الختامي كلمة البوليزاريو او شي قالو الشعب الصحراوي، يا غير معروف اليوم على البوليزاريو دائما يفبركوا الوقائع ويركبوا على الاحداث، ومشاو ما حضروا في البريكس فقط من اجل اخذ ديك الصورة. انا يا خي راني خلصت البيان الختامي وراني ما شفت فيه اي اشارة لقضية الصحراء. جميع القضايا مطروحة مسمية، مولي اليمن، ليبيا، النيجر، السودان، العلاقات السعودية الإيرانية، سوريا، وبالتالي راني بعد يا خويا كوني لا مرت عني ما شفتها، لا أعلم. أنا عيني لها الإشارة حرفيا على القضية، ماري ليلى اعتبرني من أولها نفهمها. أنا نتكلم عن البيان الختامي، نص البيان الختامي. يا خويا لفت قاع لبس، لفت قاع يا بويا راهي قاع مادة قاع أساسية، وقد شي قاع يقدش في الحسبة، هاي اللي عند الجبهة شنو؟ وهذا اللي تراه عليه الجبهة لا في الأرض عند المغرب، والمغرب ده هو اللي داخل صفقات مع العالم، فيه داخله معاهم في السمك، داخله معاهم في الفسفات، والتالي الجبل الثاني الأوروبي كذاك اللي تلقى الداخل، كان زمان يعود له أما له يدخل الجماعة يعود داخل هبشي ولا عنده شيء قد يظهر به، لا على الكذب. الناس يا اخوتي حقها قاعد تحشم يا اخوي، تكسر الروسه 50 سنه من كذب مدعات احلى فيها، لكن يسقي الثاني يسقي الكموت يغرق الجزائر، واللي قاعد ما قاعد يخمم لا الناس ما يقبلوها يا اخي. بعد هي جعلها الثانيه في افريقيا في القاز، والله النفط مولي علاش يقارن مد عندهم الخير وشعبها تحت الصفر، بلا معنى. والعالم خلاص لا طريقه اللي هي استفاد منك استفاد منه، لا طريقه اللي تقطع له الحمل دقع ربط، بلا معنى. السلام عليكم ورحمه الله، منتدى الحوار الصحراوي، مرحبا بكم كاملين وسهلا، مساء الخير ومرحبا بالجميع في هذه الخيمه اللي فيها الحمد لله ياسر من الأساتذة، ينزل البركة إن شاء الله ويجعلنا إن شاء الله نعود بعيد من النفاق وبعيد من النافق والحديث وقع مني. أنا أظن أنا سمعت كلمة وزير الخارجية سيداتي نوع من الدعاية، كيف قلتوا أنتم وكيف قال قولام وقال خاليسكو، يا غير نظن هون أنا عن السؤال المطروح الدعاية، احنا من نفسنا مساعدين في هاي الدعاية، مساعدين فيها في الجانب الشرقي اللي هي بوريزاري ودعايتها، عندها مجموعة والله مجموعات مساعدة على ذي الدعاية ومعاها تصفق الليل والنهار ومستفادة، ومعاها مولي في نفس الجهات مولي اللي احنا رايك حالا نعيش فيها، منين تنعت المفسدين وتنعت عن هاي الدعاية ما هي صالحنا ولا هي في مصلحتنا، خارجة مجموعة ثانية هم اللي تنعت فيك الأصباعي، لو قلت الحقيقة تصبح انت هو الذيب الأبرش، والله الذيب الأزرق، والله شو يقولون. إذا عنا احنا من نفسنا مساعدين
ومتحزمين لهاي الدعاية معاونين فيها المفسدين. يسوى منين؟ وهذا هو اللي الحقيقة السؤال اللي دائما ينطرح عن نحن واعرين نكونوا شي بيناتنا. وعند منين تقول الحقيقة تصبح الأصبع ممدودة فيك، ذاك مع ذوك وذاك مع ذوك وهذا قال وهذا كذا وهذا. مرحبتي بكم وسهلتي، راني مسلم عليكم كاملين، وأنا جبت لكم كريمة فم الأستاذ والأستاذ الجامعي اللي الحقيقة يقول ياسر من الحقائق ويقد حد يستفاد منها، اللي هو أبو عيدة طول لنا عمره إن شاء الله، يقول ياسر من الصراحة. وأنا زين عندي بعد عود قابض هاي الجهات الثلاثة، جهة اليمين والعيون والداخلة. مرحبتي بكم كاملين وسهلة، مرحبا بالجميع، مرحبا باللي يقول الحقيقة، ومرحبا باللي ما يقد يقول الحقيقة، ومرحبا باللي بذاك اللي ماشي هاك وها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم بخير إخواني أخواتي في المنتدى الموقر الحوار الصحراوي. لا فيما يخص البيان ديال مجموعة البريكس واللي متعلق بالصحراء، هو خلقت كلمة اتخذها اللي هو قالي مسؤول البوليساريو واللي انتقد فيها مباشرة الأمم المتحدة، ركز انتقاده مباشرة للأمم المتحدة فيما يتعلق بملف الصحراء، ركز على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ينتقدهم عنهم ما اتخذوا القرارات الصائبة فيما يتعلق بنزاع الصحراء. أما فيما يخص الموقف المجموعة الاقتصادية، هذه المجموعة الاقتصادية اللي قال لها البريكس، وهو الرجوع إلى توصيات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالبحث عن حل سياسي متفق عليه من لدن الأطراف. هذا هو موقف البريكس، واللي الجزائر كانت باقية تدير قضية الصحراء كأولوية بالنسبة للبريكس في البيان السياسي رغم عن السياسة. ما هي مهمة البريكس أصلا؟ مهمة البريكس أصلا هو التكتل الاقتصادي والنقدي والمالي للتوازن العالمي فيما يخص هذه الدول الناشئة اقتصاديا، واللي الأولويات وهو البعد الاقتصادي والنقدي والمالي والسياسي بالطبع مرتبط بذلك فيما يخص التوازنات الدولية، ولكن يبقى دائما ثانوي. البريكس ما هي له تعود؟ هي مثلا المنظمة الدولية فيما يخص حل النزاعات ومناطق وبور التوتر في العالم، اللي هي يبقى دائما من اختصاص الأمم المتحدة والدول الضاربة على مستوى مجلس الأمن الدولي. هذا هو اللي الجزائر ما حقت فيما يخص استدعاء جنوب إفريقيا كدولة، كدولة هي اللي استدعت مسؤول البوليساريو للحضور للقمة، ولكن الاستدعاء من طرف دولة جنوب إفريقيا وليس من طرف إدارة البريكس حق. والسلام عليكم ورحمة الله. مرحبا مرحبا خالصكم منتدى الحوار الصحراوي. لا بقي خالص والله كرجلي ما جاي لي وقف كذب الجبهة 50 سنة، وطبعا ما في محد يقول شيء، والبريكس قاعد يستدعمها، هي مالها قمة اقتصادية، ما عندها علاقة قاعد يتكلم به الرجلي والخرميز الثاني اللي ما وقعش. هي الجبهة قاعدة اللي تفيد به بريكس هو شنو؟ والله قاعد أي قمة ثانية اقتصادية، هذا اللي عنده هي قد يراهنوا به الأطراف الثانية اللي تعطيهم شنو بيهم العالم للمصالح، واللي تحديد وش يقول يفاوض معه ما تحديدهم شنو هالريح، وراهم قاعد ذاك المعتمدين عليه شوك شوك على يوقي قاعد يقولوا عن سند الضعيف على الضعيف يؤدي إلى سقوطهم معه.